خبر ثالث، كهربا وامام عاشور بيضغطوا على اللاعب الفلاني لاقناعه بالانتقال للاهلي. خليني اقولها لكم مباشره، كهربا وامام عاشور بيضغطوا على احمد فتوح لاعب نادي الزمالك للانتقال الى النادي الاهلي. يا جماعه خلوا بالكم، اللاعب ده مع منتخب مصر في الامارات، وامام عاشور مصاب، وكهربا مش في المنتخب. ده انا بتكلم على خلال الفتره الحاليه يعني. لان هو بيقول لك ايه الخبر، متن الخبر كده، الخبر جواه كده والله العظيم ثلاثة، يقول لك ان قعدوا مع بعض من خلال وجودهم في معسكر المنتخب وبيتكلموا مع احمد فتوح علشان يقنعوه ان هو يجي للنادي الاهلي. انا قلت يا الله، طب كويس جدا ان هو امام عاشور لحق يرجع علشان من الاصابه عشان يروح المنتخب، ولا كهربا انضم للمنتخب يمكن بعد المطالبات اللي طالبناها هنا في البيت الكبير وفي النادي الاهلي وفي قناه الاهلي. يبدو اننا هنشوف الاخبار دي كتير الفتره اللي جايه مع استقرار النادي الاهلي وتالق لاعبيه في مختلف المراكز. كل يوم هتلاقوا خبر واثنين وثلاثه واربعه مضروبين. ولكن الغريب، وانا الحقيقه بقالي يومين وقاصد ان انا يعني معظم الكلام، طبعا بنتكلم عن النادي الاهلي ولكن معظم الكلام رايح لمنتخب مصر بانه ده منتخب بلدنا. انا عمال اقول بقالي يومين يا جماعه خلينا نركز مع منتخب مصر، نركز مع منتخب بلدنا وندعم المنتخب وجميع لاعبيه. لكن حضراتكم برضو تلاقوا اخبار مجهوله المصدر وملهاش علاقه بالاحداث ولا بالواقع. ليه؟ كل الغرض منها هو شيء واحد فقط، وهو الضرب في النادي الأهلي، الضرب في استقرار النادي الأهلي.